كيف تتخلص من الخجل والخوف؟ شعر أي واحد منا بالخجل في بعض الأحيان، وقد يكون هذا أمرا طبيعيا، لكن عندما يتجاوز الخجل حده فإنه سيثير لك الكثير من المشاكل في حياتك. وفيما يلي سبع خطوات للتغلب على الخجل والخوف. بداية، حدد أسباب شعورك بالخجل. فعلى سبيل المثال، هل يرعبك أن يقال شيء ما حول مظهرك؟ تذكر، لابد من وجود سبب وراء طريقة رد فعلك. ثانياً، تصرف كما لو كنت غير خجول. في خلوتك تصرف كما لو كنت تقطر ثقة بالنفس. ارفع رأسك، افتح صدرك، وأضف نوعاً من البخترة في مشيتك، وتكلم بشكل حازم. وقد يكون هذا الأمر سخيفاً، لكنك سترى النتائج عندما تتصرف هكذا في العلن. ثالثاً، مارس تصنعاً فعالات العين والتبسم في تفاعلاتك مع الآخرين. أوقع نفسك في دردشة عفوية مع غرباء حول الطقس أو قضايا الساعة. رابعاً، انظر الأفضل فيك. فإحدى الطرق لتكريس الثقة بالنفس هي التوجه إلى الأشياء الحسنة في الذات والتقليل من تأنيب الذات. خامساً، خفف من مخاوف رد فعلك من خلال تصور أسوأ ما قد يحصل. إذا قصدت أحداً وقال لك لا أو تركك وانصرف، فلا تسهب في التفكير في هذا الرفض وتبالغ في معانيه، فكل منا يرفض بطريقة أو بأخرى. سادساً، انظر وتعلم. مراقبة الأصدقاء أو حتى الغرباء غير الخجولين طريقة جيدة لتعلم بعض التلميحات الأولية. سابعاً، اشعر بإيجابية تجاه نفسك ولا تجعل نفسك تشعر بالإحباط، وتمتع بوقتك. وتذكر أن الهدف الحقيقي هو أن تجد شخصاً يحبك على ما أنت عليه. في الأخير، لا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. في التعليق الصوتي، فارس حمارشي.